وقد تحولت قوات من الحرس والشرطة مصحوبة بعناصر الجيش الوطني في ساعة متأخرة من ليل البارحة لتأمين المنطقة. وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه تم تأجيل الإعلان عن نتائج الانتدابات بشركات البيئة الخاصة بالمتلوي وأم العرايس ورديف لمزيد التثبت من قائمة الناجحين والمرفوضين بالاتفاق مع وزارة التكوين المهني والتشغيل. ويذكر أنه سيتم الإعلان عن النتائج المتبقية للانتدابات في شركة البيئة في قفصة الشمالية والجنوبية يوم 17 من جانفي الجاري، والمضيلة في 27 من هذا الشهر، والمتلوي يوم 3 من فيفري القادم، فيما ستعلن نتائج المناظرة في كل من رديف وأم العرايس يومي 17 من فيفري القادم.